لطيف صبحي رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ فاتن، ازي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيبه ودايما بخير يا رب. اهلا بيك. انا عارفه ان جنه يعني هي لاعبه تابعه لنادي 6 اكتوبر، وعلشان كده يمكن خليني ابدا معاك واعرف هي ايه الكواليس اللي حصلت والتطورات اللي حصلت في موضوع جنه وشهد. لا هي يعني بدون كواليس وبدون تطورات، احنا طبعا النهارده طبعا احنا يعني تابعنا بشغف شديد جدا على لقاء فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع البعثه المصريه، السيد وزير الشباب والرياضه والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه وجميع رؤساء الاتحادات واللاعبين المؤهلين. واحنا كنادي 6 اكتوبر طبعا بنؤكد دائما وابدا ان احنا ان شاء الله في انتظار انجازات ان شاء الله غير مسبوقه في الدوره الاولمبيه ان شاء الله في باريس، ومصر ترجع باقصى ميداليات. ده بوجه عام، اما بوجه خاص احنا ان شاء الله بنكن كل الاحترام والتقدير للاعبتنا وفريق الدرجات بتاعنا اللي مسافر اولمبياد، بنقول له كنادي اكتوبر شد حيلك، كلنا في ظهرك، كلنا معاك، وان شاء الله منتخب الدرجات اللي يمثل بلدنا ان شاء الله يرجع بافضل نتيجه ممكن ان شاء الله. ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا ان طبعا احنا الموضوع شبه انتهى تماما، وبعد قرار المحترم من اللجنه الاولمبيه المصريه بتوصيه من معالي وزير الشباب والرياضه بالتحقيق في الموضوع، واللجنه الاولمبيه اتخذت قرار. هو كان هدف هذا القرار هو اعلاء من شان القيم والاخلاقيات التي اكد عليها الان واليوم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد على ان الرياضه هي القيم والاخلاق، وهذا وبالنسبه لنا الموضوع انتهى. نحن في مرحله جديده الان، هي مرحله لم مش كامل، مرحله الترابط، مرحله ان احنا كرياضيين في لاعبين بتخطا وبتعالج اخطائها، وده هدفنا كنادي 6 اكتوبر ان احنا النهارده نلم شمل المنظومه الرياضيه في اتحاد الدراجات. طب خلينا نتكلم يا دكتور عبد اللطيف بشكل مباشر علشان الناس اللي معانا تفهم دلوقتي. انا عارفه ان جنه ووالدتها موجودين مع حضرتك، ايه اخر اللي حضراتكم توصلتوا له فيما يخص ان في جلسه محاكمه لشهد يوم 31 يوليو؟ طبعا احنا برضه نتفق على حاجه، هي فعلا والده جنه وجنه كانوا فعلا قاعدين معايا، هم موجودين معايا في النادي اللي كان في غرفه مجلس الاداره الان، وهم في غرفه اخرى. ده شك الثاني فيما يخص القضيه المرفوعه من والده اللاعبه في هذا السياق، او ده شان خاص بالوالده، النادي 6 اكتوبر اللي هي داخله فيه. طبيعي. ولكن طبيعي. ولكن طبعا ان احنا كنادي يعني في سياق لوائح الاتحادات الدوليه والاتحادات الوطنيه ما بنخش القضاء المدني، ده قضاء حاجه تخص وليه الامر ودي حاجه تخصها. ولكن بعد اللي حصل وبعد القرار الحكيم اللي اتخذ وبعد كلام فخامه الرئيس وبعد كل نحن الان ان شاء الله هنعمل مبادره صلح ما بين جميع الاطراف كنادي 6 اكتوبر، ونخاطب الاتحاد المصري واللاعبه جنه عندنا وكل المنظومه، نقعد وان شاء الله نحاول نعالج هذا الامر في منتهى هذا السياق. يعني حضراتكم الى الان ما وصلتوش لحاجه فيما يخص هذا الموضوع؟ احنا ان شاء الله وصلنا، وبس يعني وصلنا لحلول جيده جدا جدا جدا، وحاجه هترضي كل ان شاء الله الراي العام المصري، وحاجه هتعلي من شان القيم والاخلاقيات في الرياضه، وده ان شاء الله وده هيتعلن ان شاء الله في بيان رسمي من نادي 6 اكتوبر باذن الله. طب احنا في يعني احنا المعلومات اللي جات لنا ان في تنازل من جنه عن القضيه، ده حقيقي؟ ان شاء الله باذن الله في خبر طيب جدا هيكون في هذا السياق، بس يكون بطريقه رسميه، احنا حتى الان لسه لم يتم التنازل، لكن هيتم التنازل ان شاء الله اول ما يتم التنازل بطريقه رسميه سينشر ده مباشره باذن الله، وهيكون ليه ان شاء الله فعاليه، مش هتتم بطريقه عاديه، هيكون ليه فعاليه وكبار يعني ان شاء الله يكون في وبتواصل مع المسؤولين في هذا الصيام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد اللطيف، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم، وننتهي ان يعني بنتمنى ان الموضوع ده ينتهي بشكل يعني نهائي.